ماكرون يسمم العلاقات الجزائرية الفرنسية ويرمي بمستقبلها إلى المجهول. الرئيس الفرنسي أعلن اعتراف بلاده بضم المغرب للصحراء الغربية التي تكافح لأجل نيل استقلالها ووضع بلاده في خدمة المغرب في سبيل فرض حل أحادي الجانب للنزاع الصحراوي. رسالة ماكرون الطويلة حملت رغبة فرنسية في تعزيز مصالحها في المغرب والحصول على حصة من مغانم الأراضي الصحراوية وثرواتها وتعويض الخسائر التي تعرضت لها بلاده في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، إلى جانب السعي لاسترجاع الدور الذي لطالما لعبته باريس لصالح النظام الملكي، أي ممارسة الوصاية والحماية في أفق انتقال الحكم لولي العهد من والده المريض. لكن هذه الوصاية من الصعب استرجاعها إذ توجد أطراف أخرى تمارس هذا الدور بتكلفة أقل. فمن الواضح أن ماكرون قد ارتمى في حضن اليمين الصهيوني المتحالف مع المخزن على أمل تدارك ما فقده من شعبيته من خلال وضع نفسه في حضن هذا التيار المتحمس لقطيعة سياسية مع الجزائر والإضرار بالمصالح المشتركة والتفاهمات التي تمت سابقا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.